بريمير ميتون ضيعنا زوز ثلاثة كور معناها نيت على الكاج تراجي جات ثلاثة فرص معناها مركو فيها زوز كل هذا معناها جاتنا باهتة نتاع معناها منعرفش ما حبش تتنحى فينا كاو إذا اللي تشوف دوزيام ميتون معناها تراجي بس ما جاتش تلعب على الكونتر أتاك وطايح أكثر من وقت كاو إذا اللي لازمنا نصلحوا رواحنا لازمنا نراجعوا رواحنا إذا اللي عندنا ماتش نهار الأربعاء قريب معناها هو اللي يمشي خلينا إن شاء الله نكملوا معنا السيزون هذه بحاجة إن شاء الله. لكن تشوف الدوري قديم في كل شيء الحقيقة قاعدين نوصلوا للكاج قاعدين نكاوروا كيما تعرف توصل للكاج ما تماركيش الحقيقة كانك ما عملت حد شيء ديما نرجع في الماتشات هذوما نقولوا الماتشات الكبار كيما تماركيش كل ما يمشي الوقت باش يولي نقولوا نحن الادفيرسير عنده أكثر ثقة في روحه نحن جاتنا في ذول من الأول جاتنا فرص باش نجموا نماركيو وما ماركيناش قبلنا بونت وبد اللعبة مي هذا ما يعنيش اللي حتى تزامي طاح حطينا كورة ولعبنا ونرجع كيف كيف ديما نقولها هما كونسونتراسيون قدام الكاش خلتنا نفيق بريزلتا هذي صحيح الحمد لله معناها اثنين بلاش الوقت اللي ماركينا فيه زوز بونتويت وشورتو كانوا قراب لبعضهم شوية معناها سور البلان مونتال وبسيكولوجيك بالنسبة للسي اس اس طيحهم شوية ميم سي حتى نحن دخلنا شوية طحنا شوية في الفاسيليتي اما انا ريكتيفي في الميتان وباتنا بتا ديسبري في الزو ميتان اللي شافوه الناس كل فما بوكو داغريسيفيتي في المونتال في الدويل في الدوزيام بال في دونك كنا احنا الحقيقة نحبوا اكثر على 3 بوان من السي اس اس اليوم. يا حسام باش نسلك سؤال كلاسيك علاش حسام على البنك ماهوش في تشكيل السي اس اس؟ مانيه والله ما نجمش نجاوبك عليه انا يظل ثم اونترينور ثم ستاف ثم جوارات قاعدين ترينيو هو تشوف معناها الاونترينور عامل الشوا نتاعو ملعب 4-4-2 كاو يظل لازم نحترمه يظل انا دخلت معناها حبيت نعطي اللي عليا وكاو يظل تشوف معناها تزميتون معناها برسك كل نحنا كاو شو واحد شو يقول هزيمة قاسية هوني كاو واحد يقول كان يتأسف للجمهور و وكو ان شاء الله يسامحونا.